بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. مسؤولية الأبوين للالتزام بهذا العهد. احنا صحيح تزوجنا وعندنا أطفال وبنات ذكور وأناث وإناث، لكن ما هو الالتزام والحقوق التي المتعلقة بها في قضية التكليف بالذات؟ كثيرة هي المعاني التي على الإنسان أن يعيشها في عقله، في قلبه، في حياته. والإنسان بطبيعة الحال ليس حراً في أن يتحرك بما يشتهيه يميناً وشمالاً، مو صاحب نزوات يعني بحيث أنه يتمشي نزواته هنا يمين أو يسار. لابد أن يرتكز على قاعدة، هذه القواعد هي الملتزمات بينك وبين الله عز وجل. ولذلك حدثنا الله سبحانه وتعالى عندما ننتقل إلى عالم القيامة مثلاً، حدثنا الله سبحانه وتعالى أن كل الناس مسؤولون عن أعمالهم يوم القيامة، لكن هذه المسؤولية دائماً تكون مسؤولية فردية، كل إنسان مسؤول على حد عمله. وقفوهم إنهم مسؤولون، مؤكداً على المسؤولية الفردية بالنسبة لنا، بحيث يتحمل كل إنسان مسؤولية عمله، مسؤولية كلامه، مسؤولية نظره، مسؤولية أي أمر وعمل قام به في هذه الدنيا، ولا يتحمل مسؤولية إنسان آخر، بل يتحمل المسؤولية الشخصية أمام الله في يوم القيامة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. كل إنسان يحصد نتيجة هذا العمل الذي يعمل به في يوم في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة كل إنسان مسؤول عن نفسه على حد نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في ضمن مجموعة من الناس، في مجموعة من البشر، جعل حياة الناس مربوطة بشكل ملتحم لا تستطيع أن تنفك، كما أن مثلا الربيعية ما تنفك عن القطيف، كذلك أنا ما أقدر أنفك عنكم أنتم كلحمة. فإذا كان المكان لا ينفك عن المكان، فكيف بالجسم ينفك عن الجسم؟ وكيف بالنفس تنفك عن النفس؟ فلذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل حياة الناس مربوطة بشبكة من الحقوق، بشبكة من الواجبات. لك حق على الآخرين، وللآخرين حق عليك. حتى النبي صلى الله عليه وآله له حق علينا، له حق لنا تجاهه، وله حق علينا، حقنا أن نطيعه ولا نعصيه. ما آتاكم الرسول فخذوه، أن نمتثل بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن لنا حق عليه، حقنا على رسول الله هو حق الدعوة والإرشاد والتعليم، بحيث لو أخل بواحدة من هذه الأمور لأخل بنبوته والعياذ بالله. هذا من باب حقوقنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يعلمنا، أن يطيعنا، أن يهدينا، أن يعلمنا. ولذلك الإمام علي عليه السلام، مع عظمة الإمام علي عليه السلام، ماذا يقول في إحدى خطبه الرائعة؟ إن لي عليكم حقا، إن لي عليكم حقا، ولكم علي حقا. أنا كخليفة موجود وإمام مفترض الطاعة، إلي حق
عليكم كذلك لكم حق علي. فإذن الحقوق شبكة الحقوق مترابطة بين المعصوم وغير المعصوم، بين الأعلى والأدنى، بين المتماثلين، بين الذكر والأنثى، بين الوالد أو الأبوين وبين الأبناء. ولذلك لا يستطيع أحد في هذا الوجود مهما أوتي أن يقول إن أنا إلي الحق كله، أنا إلي الحق كله. لا يستطيع الأب أن يقول لأبنائه عندما يدخل البيت أنا بس إلي الحق وأنتم عليكم السمع والطاعة، لا، لكم حقوق أيضا أيها الأطفال علي كوالد. ولا يستطيع الأب من باب القوامة أن يقول لامرأته أن لي الحق عليك فقط، أنا صاحب الحق، لا، لها حق أيضا عليك. وكذلك للأب حق على أطفاله. حتى الله سبحانه وتعالى عندما تقرؤون القرآن، لما تقرأ القرآن يكون الخطاب بين الله وبين بني إسرائيل، ماذا يخاطب الله بني إسرائيل؟ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله أكبر، حتى الله يقوم عهدي وفي، حتى وفي عهدكم. هذا من باب المشاكلة. الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان من رحمته يمني عباده بأن يكون شنو لهم وفاء للعهد. فلي عهد عليكم ولكم عهد علي. من هنا نحن نعتقد أننا مسؤولون واقعا عن أبنائنا في هذا الزمن بالذات. يعني أصبحت المسؤولية مضاعفة، مو مرتين، ثلاث أربع مرات، مضاعفة واقعا. إلا ونعرف العدو، العدو موجود في خرق إبرة، الآن العدو في كل مكان، الغزو في كل مكان، ما بس فقط تغفل عن بيتك إلا العدو متربص فيك داخل البيت، لأن النفس ونوازعها الآن تتحرك، شو مدريك؟ المشاكل في كل مكان. أصبح حتى الأخ بعض الأحيان لا يصدق مع أخيه، المناصحة مع بعضنا البعض أصبحت ليست بتلك المناصحة، تخشى الآن. ولهذا دائما أتذكر كلمة الرسول كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. ما أقدر حتى أقول لواحد أم بمعروف، يعني لما تريد تطبق هذا المعنى في الخارج على نفسك فكيف تحمي أسرتك وكيف تحمي ولدك وكيف تحمي بنتك؟ هذا أمر خطير جدا. معنى ذلك شنو معنى ذلك؟ أجبها بالمحصلة الرياضية. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أهون أو أضعف الإيمان. كلمة القلب لو احنا فهمناها معناه صحيح كان زين، كان اكتفينا حتى بالأمر بالمعروف بهذا الطريقة. معنى أن تكون أن يكون قلبك مبغض لهذا المنكر أن تكون عندنا ظاهرة اجتماعية لبغض هذا المنكر. أما تجلس في بيتك تقول له شنو أنا ما علي، يعني خب أبغضه وخلاص، يعني بغض المنكر بالقلب معناه وشو؟ أن يكون هناك مظهر البغض عند الناس حتى ولو لم تتكلم. ولذلك في الأول سابقا عندما يعمل الإنسان عمل قبيح ما يتجاسر أمام المجتمع حتى لو ما تكلم المجتمع. ليش؟ لأن المجتمع عنده بغض وحصانة ضد هذا المنكر، وبالتالي تلاحظ بأن الوجوه عندها علامة واحدة أن شنو حتى لو لم يتكلم الشخص. الآن لا،
الآن أصبح المنكر معروفاً، بمعنى أنه في أمور جاية تتراكم. هل التراكم هذا شنو؟ تراكم ثقافي، ترى تراكم ثقافي. مثل الإنسان، المرأة تقول شنو؟ الأول المرأة تقول تتحجب، الحجاب يكون بهذه الكيفية، بعد ذلك تجعل نوع من الميك اب، تقول شنو هذا الميك اب، هذا ليس بزينة، ثم تترقى تترقى تترقى. هذا نوع من التراكم الثقافي، يعني بمعنى أن هناك من يريد أن يغسل دماغنا من عبر التلفاز، وخاصة إذا كانت بعض القنوات الدينية تأتي بأجمل الفتيات، زين، ولا تأتي بفتيات مثلا بسيطي الجمال، فحينئذ كأنما هناك تغذية للأسف نحو مظهر من مظاهر الانجذاب إلى الجمال بهذه الكيفية. ولذلك تلاحظ بأن الجمال انعكس. الأول المرأة إذا كانت بهذا القياس مو جمال، الآن أصبح المرأة إذا كانت بهذا القياس جمال. الرجل إذا كان عنده ستايل معين هذا جمال، إذا ما عنده الآن هو الجمال انعكس. هذه شنو؟ هذه تراكم ثقافي، تغذية إعلامية وإعلانية، هذه يصرف عليه مليارات حتى شنو؟ حتى تغير أيقونة مجتمع من زاوية سي إلى إس إلى زاوية شنو؟ بي. فلذلك إحنا نقول بأن المعدل الرياضي لرؤيتنا للدين ما هو؟ رؤيتنا للدين انظروا للشارع، عندما أنت تجلس حول مقود السيارة أعرف بأن دينك مثل شنو؟ مثل أخلاقك. بس تشوف الإنسان وهو يمشي، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ويمشون في الأرض هونة، هذا ما موجودة عندنا. هذه صفات المؤمنين، يعني مو صفات المؤمنين اللي يركبوا على رجل، اللي يركبوا على جمال، اللي يركبوا على فرس، اللي يركبوا على السيارة. في السيارة تلاحظ الآن همج الرعاع في الشوارع، وكل ذلك شنو؟ كل ذلك نغذي لأطفالنا. للأسف بعض الأحيان أشوف مشاهد من كبار السن أطفالهم موجودين معهم يربونهم بكيفية خاطئة في الشارع. ليش؟ فلهذا إحنا عندنا مسؤولية ترى حضم الدين. ولذلك سابقا عندما قلت لهم بأن الدين هو القانون، قامت القيامة. هو الدين هو القانون؟ شنو الدين هو القانون؟ عندنا قيم ومثل نمشي على هديها في الشارع، نمشي على هديها في المسجد، نمشي على هديها في الحسينية، هذا هو الدين، مجموعة قيم. أما بالنسبة للعقوبات هذه أمور قانونية، هذا وشو خاصة بالدولة إذا كان في عقوبات خارجية. ولذلك تلاحظ مثلا في الشارع حتى لو الآن نحن كمتدينين، أنا أقول لك الكلام للآباء حتى نعلم نغرس أبنائنا، يعني الآن إذا أنا أخطأت وأنا بائع في السلعة، بعض الأحيان كثير حتى من أصحاب المؤسسات ما يعتذر عن وشو خطأه، ما يعتذر، وكأنما الأمر وشو تبول على كيفك. يعني كلمة الاعتذار كلمة كذا، أنا أذكر سبحان الله العظيم، يعني بعض الأحيان لما يأتوا أبنائنا من الغرب يقول والله تعلمنا الإسلام من الغرب، تعلمناه في أوروبا، تعلمناه في أمريكا، ما في أحد مثلا يزاحك في الطريق يقول لك سوري مثلا، أو يقول وشو سموه، يقول أنا متأسف. يقول إحنا شفنا بعض المظاهر الموجودة في الغرب هناك، تعلمنا على ضوئها كيف ننضبط. قلت لهم هذا هو الدين، أن يأمن الناس شرك، أن يأمن، أن تأمن شرك نفسك من شر نفسك، هذا هو الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الدين هو المعاملة، والمعاملة هي القانون. لكن يجي الأب يعلم الأطفال شنو؟ الدين هي الصلاة، الدين هي الزكاة، الدين هي الصوم، هذا كله هذا آخر شيء يجي. الدين هو الأخلاق ومحاسن الأخلاق، الدين هو القيم التي نغرسها في شبابنا، نغرسها في أطفالنا،
أن نعلمهم السلوك مع الآخر. لا أظن بأنك ستدخل الجنة بسوء أخلاقك حتى لو كنت تصلي صلاة الليل. لا يدخل رجل الجنة وجاره لا يأمن بوائقه. جارك يؤذيك، هل هذا من أهل الجنة؟ ولهذا نلاحظ بأن مجموعة القيم والسلوك ينبغي أن تعاد، على خطبائنا أن تعيد هذه الصيغ. بعض الأحيان نتمحل في القضايا التفكيرية بعيد عن القضايا ماذا؟ القضايا العامة التربوية. الرسول صلى الله عليه وآله لما تقرأ في أخلاقياته تلاحظ بأن الرسول أولاً، الرسول وين عايش؟ في الصحراء، ومع ذلك زين يعلمك كيف تزيل الأذى من الطرقات. يا رسول الله أنت في الصحراء مليوني كيلومتر مربع ما في لا أبنية ولا شيء، ويعلمك كيف تحافظ على البيئة، أزل هذه القادورات. بينما الآن نرى شباب ورجال وكهول يرمون القاذورات من السيارة على الشارع. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جئت إلى دار قف ميسرة الباب أو يمنة الباب لعل طفل صغير يجي يفتح الباب ويكون مشرع فترى من في الداخل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يقول إذا ضربت الباب أضرب 3 مرات. بعض الأحيان يجي لك واحد في الجرس يقعد لك 20 ضربة يؤذيك ويؤذي سهرك، قد يكون واحد نايم. 3 مرات فإن رددنا وإلا فارجع. وين الرسول عنا إحنا؟ هذا الجيل هذا الآن الشباب اللي جاي ينمو، وين ينمو؟ ينمو ويشوف بأن كل الألعاب التي تدس فإذا الأمور هذه كلها نحتاج إلى إعادة نظر. وإحنا ولذلك ربما أختم بشيء في النهاية فيما يتعلق بطرق احتواء هذا الأمر. كيف وش المفاتيح؟ احنا عندنا مفاتيح ينبغي احنا ندقق عليها حتى نحتوي أبنائنا. المفتاح الأول ساعة الحوار. يا ريت الآباء يسجلوا هذه ساعة الحوار. إذن وش علي أن أحاور ابني؟ أعمل على أن يكون هناك مخاطبة بيني وبين ابني. ما في بأس تقول له ولد يا ولدي وش رأيك فيه؟ خلي يبرز مكنونه حتى يطلع يشوف وش الخلل الموجود. بعض الأحيان قد يكون وش لاعبه 7 اتركه 7 ولاعبه 7 ما لعبته، وصاحبه 7 ما صاحبته بعيد عنه. فقد يكون ولدك يرشدك إلى النقص الموجود عندك أنت كأب أو كأم. فساعة الحوار أن يعمل الوالد على مخاطبة الولد في جلسة معتدلة، ما يقعد فوق المنبر زينا احنا ونقول يا أيها الناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لا مو هذه. نقعد جلسة بساط أحمدي كما يقال، وجلسة معتدلة في دائرة مستديرة أو في طاولة مستديرة لا تكلف فيها. هذه ساعة الحوار هي من أمتع، وأنا أجربها يعني. أطلع بطامات، أنا أطلع بسيئات عندي ما أعرفها أنا لو لساعة الحوار يعني. يعني ساعة الحوار بعض الأحيان المسافة النفسية بينك وبين ولدك أو بينك وبين بنتك خلاص تذوب. معناها
أي مشكلة عند الولد وعند البنت، أول واحد يجي إلى شنو؟ إلى الأب وإلى الأم. هذا ساعة الحوار. وعندكم الحمد لله سبت جمعة وسبت يعني 48 ساعة فاضيين والناس. هذا واحد، المفتاح الأول. المفتاح الثاني الرفق باللين، عفوا الرفق واللين. يجب أن تكون كلماتك واضحة، وأن تتخلل الكلمات جمل رقيقة، حتى لو فيها نقد، حتى لو فيها عتاب، حتى يحس بأنك أنت لما تعاتب ولدك أو تعاتب بنتك تعاتبه بمحبة، مو تعاتبه وكأن أنت العدو الأكبر له. لأن الولد، ولهذا من الأمور الصحية وهذا الشيء يعني لما تقرأه مثلا، الولد اللي مو عنيد خافوا منه، بالعكس لازم الولد يمر بمراحل مختلفة. مثلا في هالسن معين يصير عنيد، في هالسن معين يقول كذا، هذه كلها وش تجارب. ولهذا الطفل اللي ما يصل إلى مرحلة العند يقول الأطباء شنو؟ لا راقبوه، ليش عنده حالة انكفاء أو انطواء؟ ليش؟ لأن بعض الأحيان الطفل لابد يمر بمراحل طبيعية، فمن المراحل الطبيعية أن يكون الإنسان عنيداً مشاكساً بعض الأحيان في سن معين. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام جاءه رجل من أصحابه عنده ولد إبليس يمكن أو كذا وفي سن معينة تعبنا، فقال إن ولدي كثير العرامة يسأل وكذا يروح وما أدري شنو مغلبني. فماذا قال له الإمام الكاظم عليه السلام؟ قال تستحب عرامة الطفل فإنه يشب حكيما. يشب حكيما يعني هذه مرحلة من المراحل الطبيعية ما تحتاج شنو إنك تقلق منها. المفتاح الثالث الاحتواء. الاحتواء حتى ليكن شعور ابنك بالنسبة لك أنك محتضن له، أنك موجود معه، وخاصة في السنين السبع الثانية. في السنين السبع الثانية لازم تكون محتضن له، ودائما اتأكد على أنه أنا أريد الخير لك، لكن أريد الخير لك أذن من عجين وأذن وشو من طين، هذا ما يصير. لازم يكون فيها نوع من الفاعلية بين الأب أو بين الأم وبين أطفالها. المفتاح الرابع الاستماع الجيد. لابد يكون أذننا نحن كآباء أن نكون مستمعين جيدين لأبنائنا. يعني مو أنا بعض الأحيان أكون مستمع جيد إلى الرادود المعين وأقعد ساعتين ثلاث أطبل وياه مثلاً. أوه إحنا كلمة أطبل وياه الآن إحنا ناخدوها ضد الأئمة. أنا لا أطبل وياه يعني شنو؟ يعني مع القوم يعني هالرادود هذا أقعد ساعتين ثلاث أربع أستمع، أروح البيت ما عندي خلق حتى وشو أستمع إلى كلمة من ابني أو كلمة من بنتي. فلا بد يكون هناك عندنا نكون عندنا استماع جيد، أذنان ولسان. المفتاح الخامس الاختيار. لابد من إشراك الابن أو البنت في عملية الاختيار، أن تمنحهما هذه الحرية. بعض الأحيان أنت تقول لابنك أنا جبت لك لعبة أو هدية، أو يكون ديدنك دائما تفرض الهدية على ابنك، هذا خطأ. أنت تروح إياه المحل الألعاب أو المحل الفلاني أو تروح إياه البقالة الفلانية، شوف يا ولدي وش تريد أنت. لازم تعلم المهارة هو نفسه حتى يتعلم عملية النقد والمال، يعرف الفرق بين هذا حتى يتعلم ويصير رجل. فلابد يكون وشو قضية الاختيار هو شنو؟ هي عملية صحية بالنسبة للولد والبنت.
المفتاح السادس العقاب والثواب، له أسس وثوابت. مو تفتح العقاب على مصراعيه وتفتح الهدايا والثواب والدلع على مصراعيه. ليس في الإسلام عقاب بدني، منهي عنه. العقاب البدني منهي، ولذلك هناك دية أو تعزير أو ما أشبه لمن اخضر من الضرب ابنهم وكذا. يعني بعض الأحيان يتصلوا بي يدفعوا دية مساكين، بعض الآباء والأمهات يقول ندفع دية. يعني يجي لي بعض الأحيان ولد يا ريت بعد هذا أسود يعني من الضرب، شنو هذا؟ يقول لي قلت له للأسف لو أنت في أوروبا عشان اشتكيت عليك وفصلت الولد عنك، لكن للأسف إحنا بيئة يقال عنها مسلمة وحقوق الطفل مسلوبة، وين يروح الابن؟ للأسف. العقاب والثواب له أسس وثوابت، وما شاء الله الآن الكتب مليئة، المكتبات مليئة بالكتب. يعني في وقتنا احنا كانت الكتب شحيحة في هذه الأمور، عملية التنظيم الأسري بين الثواب والعقاب، كيف عملية سموه المعاقبة الابن وبأي شكل من الشكل. هناك الآن أمور علمية مو كلام بس فقط. ولذلك يقول وشو أهجر، الإمام الكاظم يقول أهجر ولا تضرب، زينة ولا تطل. هذه كلمات ثلاث، أهجر ولا تضرب ولا تطل. هذا بالنسبة مو بالنسبة للأنثى، بالنسبة للولد. وهذه النظرية الحديثة، أما تتكلم وياه تحطه في مكان منعزل حتى هو يفكر، ولا تطل عليه العقاب. هذه هي النظرية الحديثة اللي تبني عليها التربية بالنسبة إلى الولد المشاكس أو اللي يفعل أشياء. أن تهجره يعني ما تتواصل وياه، لكن بعد يعني بعد أول شيء لازم تقدم النصيحة، إذا ما يعني إذا ما امتثل النصيحة إذا كذا تالي بعده. وأخيرا وهذا أهم شيء، أن لا تحرج أولادك أمام الآخرين مهما بلغوا من العمر أمام الناس. يقول هذا ولدي عمري 5 سنوات وإحنا الحمد لله ننقص يا حمدو يا علوه يا كذا يا كذا قدام الناس. أنت صحيح ربما أنت تقول وشو أبو آبائنا ربونا، لكن كم من أمور تنخدش في نفس هذا الطفل. الطفل له حق علينا أن لا ننتقص اسمه وأن لا ننتقصه أمام غيره، وأن تكون النصيحة بينه وبينه. لأن عندما تكون النصيحة بينه وبين الناس وعلى رؤوس الأشهاد ستدخل القضية إلى مرحلة عناد ومشاكل عويصة جدا. فلا بد أن نعطي أبناءنا هذه المساحة من الوعي، أن نقرأ، أن نستزيد، أن نتفهم، أن نكون خير رسل لهذه الأمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة إلى قضية يعني أنا أختلف ربما، إحنا كمجتمع عندما نرسم كمجتمع إحنا مجتمع متدين، مجتمع محافظ. يعني في فرق بين المحافظ والمتدين، يعني التدين إلى سمات معينة. المجتمع المحافظ أو اللي يغلف نفسه بصبغة الدينية ربما هو أعوص أو أصعب المجتمعات في التراكم الثقافي، وخاصة أن أسس التربية فيه دائما ينحى إلى الشدة صح التعبير، بينما المجتمعات المنفتحة ألاحظ بأنها يعني منفتحة. شنو المنفتحة؟ يعني إيران، لبنان، زين، هناك
نوع من الانفتاح غير موجود بمثله. أو في مصر، يعني مصر مثلاً الواحد يفكر أن مصر شنو كبريهات وكذا وشي، تروح تلاحظ بأن مثلاً تقرأ أن 70% من الإذاعة والتلفزيون كلهم محجبات مثلاً، المجتمع المصري في الشارع محجب كذا، ما أدري شنو، ينحى إلى الدين. اللي يصنع الدين هو الضمير الداخلي، مو اللي يصنع الدين المسجد والحسينية. يعني كم من أناس يدخلون المسجد والحسينية ربما لأخذ البركة منه غلافا، ولكن عندما يأتي إلى بيته والعياذ بالله ليس عنده صفة من الدين ولا صفة من الأخلاق ولا أي شيء. فلهذا قضية الدين هي قيم ومثل لابد أن ننشأ عليها وننشئ أبناءنا عليها، أن نعطي مساحة من الاختيار لأبنائنا. هذه المساحة من الاختيار إذا عالجناها معالجة جيدة، يعني مثلاً الآن عندما جاء عملية النت وكذا وما أشبه ذلك، وأنا موجود في البيت، أعطيت قانون ادخلوا النت يا بناتي، لكن النت الموجود شنو؟ في الصالة. إذا المكان عام، إذا المكان عام وضعته على أنهم زين، هذا النت موجود في البيت لكن في مكان عام. حتى الباسورد اللي إلي أنا بنات يعرفوه زين، وأنا أعرف باسوردهم، يعني نوع من الثقة الموجودة المتبادلة بين الأب والأم وبين البنات أو الأولاد. بمعنى أنه شنو؟ أن نخلق نوع من تقييم الخطأ بشكل علمي. أنا لما أشوف ولدي مثلاً فجأة فتح له صفحة معينة، أقيم الدنيا ولا أقعدها؟ لا يا ابن الحلال، يا ولدي ترى هذا بشكل سلس، هذا ترى النت كذا وكذا وكذا، وهذا شيء خطير، وهذا يولد كذا، جيب له شيء خليه يقرأ عن مخاطر النت في هذه الجهة زينة، اجعل في مكان. للأسف الآن كثير من أبنائنا أو بناتنا يدخلون غرفهم الخاصة ويتمتعون بسرية خاصة بهم أو بهن، هذا خطأ جسيم، وخاصة في مجتمعات غير متوازنة. يعني ما في عندها يعني ما قائمة على شنو؟ قائمة على الستر والعفاف. ولذلك كثير، ولهذا ليس بمستغرب أن تأتي فتاوى العلماء أن قضية المحادثة بالكتابة بين الفتاة وبين الشاب حرام، لأن يعرفوا بأن مجتمع محافظ. المجتمع المحافظ مثل شنهم؟ مثل آدم عليه السلام عندما جاء إبليس فأراد أن يغويه، ماذا يقول الشهيد الصدر؟ يقول أصلاً آدم ما كان هناك، ما كان حلقة من البشر حتى يقال بأن آدم كان يعرف شيء عن إبليس. نفس الشيء إحنا بناتنا ما يدروا عن خبايا المجتمعات، ما يدروا عن شيطنة الرجال أو الفتيات أو الفتيان، ما يدروا عن شنو، ما عندهم ممارسة فعلية أو اختبار فعلي للخطأ والصحة. هم يعرفوا شنو أن هذا حلال وحرام، لكن بعض الأحيان الحلال والحرام مخبوء في نقطة محددة، خطأ وصواب. فنقول صحيح بعض الأحيان هذا خطأ وليس بحرام، لكن هذا الخطأ إذا إحنا تمادينا فيه ينقلب إلى حرام. فلابد إحنا يصير عندنا أسلوب مع أبنائنا وبناتنا حتى شنو كذا، ولهذا مشكلة. والآن أنا أقول بأنه كثير ترى حتى من يعني كثير من المشاكل اللي يجي إلينا هي كلها معلبة من خلال هذه المظاهر، من خلال هذه المظاهر. ودائما أنا أنحب اللائمة على الأب والأم، يعني لابد نقنن. يعني أنا الآن كأب أو كمتزوج أريد أتزوج، يا بشيب قنن أول شيء في عملية الأولاد. ولهذا أذكر والله في حكمة أو في اليابانيين بالذات أنا قرأتها، اليابانيين عادة يجيبوا اثنين، يا يجيبوا أول الزواج يا يجيبوا آخر الزواج. يعني شنو ما يجيبوا واحد،
يجيب واحد بعدين يفصل سنة تالي يجيب الثاني، فيجيبه في أوله فيشركوا، أو يجيبوا اثنين في وسط الزواج يعني فوق 35 سنة وهكذا. فبالتالي يتشكل، ولهذا الإمام علي عليه السلام يقول قلة العيال أحد اليسارين. أنت لما تملأ في شقة طاقتها الاستيعابية 3 وفجأة صار عندك 6 أولاد، كيف تتحكم؟ عندك خلق؟ ما عندك خلق. ولهذا أنت لازم تدرس طاقتك الاستيعابية للتربية شنو. ولا يجي واحد يقشمرك يقول لك وايش هو؟ لابد أن يكون تتزوج وتجيب لك 10. هاي شنو ليش 10؟ إذا طاقتك الاستيعابية 2 جيب 2، أما إذا طاقتك الاستيعابية لا جيب لك 10 وأنت الحمد لله وعندك خدم وحشم ورجال كذا وتقدر زين تجيب لك مثلا سموه يعني ناس ماهرين في التربية الحديثة على كيفك. لكن إحنا في التربية عموما يعني آسف أقولها إحنا يعني بما إحنا كنا بما في أنا يعني عندنا جزء من الأمية في التربية، أمية موجودة في التربية، لأن ما عندنا مراكز علمية مصنوعة في المدرسة. هذه المدرسة هذه اللي يتخرج منها يتخرج واحد فيروس موبوء، هذه المدارس الموجودة الحكومية الآن أو الأهلية فيروسات موبوءة، يعني ما في لا طاقة لا كذا لا كذا، ما في شيء، ما في تنمية حقيقية في المدرسة. وإحنا إذا اتكلنا على هذا الشيء مشكلة. فلذلك أنا أقول بأنه المراحل 6 أو 7 اللي قلتها آخر شيء هذه تختصر لنا إنه كيف نستوعب. وأما قضية الجنس، الجنس شيء طبيعي يعني في البشر، مو زي ذاك الولد الطفل لما سأل أمه من وين جينا، قال إحنا ينشق إليك في الصدر ينشق شق وننزل بالباراشوت. فقلت له على الأقل أمك يعني عندها يعني حس علمي يعني بالباراشوت شيء غير، يعني لا شيء طبيعي أن ينشأ الطفل إذا سأل الطفل وهو مدرك عن قضية البيولوجية فليقال له بشكل مبسط مو بشكل تفصيلي. لأن الطفل عادة وش معنى المرحلة الجنسية؟ المرحلة الجنسية مو معنى بس فقط جنس رجل وذكر، لا رجل وأنثى. المرحلة الجنسية يحتاج الإنسان في البلوغ، يحتاج في الغسل، يحتاج في العلاقة بين الرجل والمرأة الخارجي، هذا جنس، مرحلة جنسية. كيف تتعامل مع المرأة الخارجي بغض البصر، هذه دراسة يسموها علوم هذا دراسة جنسية. فليس معنى الجنس هو التقاء الختانين فقط، المراحل الجنسية هي عبارة عن مرحلة ممتدة بين الرجل والرجل وبين الرجل والمرأة وبين المرأة والمرأة. قضية الحيض لها علاقة بالإخصاب وكذا وكذا. فعندنا مساحة من التعليم في بداياتنا لو فسح له المجال في مدارسنا بشكل علمي كان بشكل يعني مدروس لكنا وش استفدنا كثير من المعطيات العلمية. وللأسف يعني هذا يعني الشكل الموجود في المدارس مو مرضي، يعني بينما حصص الموجودة خارجيا يعني حتى في إيران يعني يدرس، يعني يدرس هذا، يعني يدرس أنه قضية الجنس ما هو الجنس يعني شنو، يعني يدرس بوشه بشكل مرحلي مرحلي في المتوسط كذا مثلا في الثانوية بعدين لما يتخرج مثلا كذا حتى وشه، لأنه قد تكون التعريف بالأمراض الجنسية التعريف بكل مراحل المتعلقة بالجنس سواء كان كجنس بمعنى طبيعة بشرية أو كجنس عبارة عن التقاء رجل وامرأة، وأختار التمادي فيه بشكل معكوس. أحسنتم شيخنا، نأخذ سؤال ثاني. شيخنا الفاضل السلام عليكم، أيهما تفضل، جلسة الحوار الفردية مع المكلف أو المكلفة أم الجلسة الجماعية بين الأبناء، وكيف تكون المدخلية لهذا للحوار؟ الحوار إذا كان عام يفضل الجلسة الجماعية،
يعني إذا كان شنو يعني قصده في البيت، في البيت في المنزل إيه؟ يعني مثلا عندي أطفال وعندي أطفال ذكور وأناث، تارة الحوار يكون حوار عام في أمور فقهية، في أمور حياتية، في أمور كذا، لكن في بعض الأحيان قضايا تمس الذكر بالخصوص والزوايا تمس الأنثى بالخصوص، فبالتالي قد تكون حالة الانفراد النوعي أفضل. إضافة إلى هذا، إحنا لابد نعرف أبنائنا على أن الجسم هي عبارة عن خريطة، خريطة هندسية أودعها الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى الرجل عادة ينحو إلى الصمت أكثر من المرأة، صح ولا ما صح؟ المرأة تنحو إلى شنو؟ إلى الكلام أكثر من الرجل. لا تقول لي بأن هذا عيب، لا، هذا الله سبحانه وتعالى بعد، هذه خريطة، خريطة هندسية موجودة في المرأة. الرجل لما يسألك سؤال الرجل أنت تجاوبه، المرأة لما تسألك وهي متضايقة مو لازم تجاوبها، هي تبقى أنت تسمعها بس فقط. يعني بعض الأحيان إحنا لما ما نعرف خريطة الموجودة عند الأنثى زين، فندخل في مشاكل إحنا في غنى عنها. بعض الأحيان المرأة تجي تسأل وتفرغ كل همها إلك، أنت عم بالك شنو؟ إيه نعم يا أم فلان كذا وكذا كذا وكذي، وتالي تتخربط الأمور، تالي تصير مشكلة بينك وبين زوجتك، مع أن المرأة أساساً هي تريد شنو؟ تريد تقول لك تعال اسمعني. فلهذا عادة الخريطة الموجودة، ولذلك الفروقات بين الرجل والمرأة موجودة بيولوجية، وهذا أمر يقتضي من الآباء والأمهات أو من الأبوين أنهم يتعرفوا عليها، وموجود ترى في كتب إليها ما هي الصفات التي تمتاز بها، سموا شنو الصفات اللي يمتاز بها شنو المرأة، وما هي الصفات اللي يمتاز بها الرجل، والفروقات بين الرجل والمرأة. هذا واحد، ما الفروقات التي يمتاز بها المراهق عن الطفل؟ بل هناك كتب الآن موجودة، وهذا أنصح كل حامل الآن مقبلة مثلا على جنين، في كتب تعلمك ما هي السمات الموجودة للجنين بعد ما يولد في الأسبوع الفلاني، وش انطباعه في الأسبوع أو في الشهر الثاني، وش انطباعه. وبالفعل أنا لاحظت بأن بعض الكتب دقيقة جدا، بحيث يقول الطفل الآن في الشهر هذا سينحى إلى كذا كذا، وبالفعل تراقب الطفل وتشوفه شنو دخل في هذا، شنو دخل في هذا الانطباع. فبعض الأحيان أنت لما تمشي مع هالكتاب العلمي المتوازن، حين ماذا تفهم بأن أنت تتعلم من طفلك بشكل مباشر. هذه دراسات، مو يجي واحد مثلنا في الحوزة، أنا في الحوزة دراسات بس فقط شرعية، أما الدراسات العلمية والتربوية لها أساتذتها، لها مؤلفوها، لها يسمون من اشتغل بها. ولذلك نلاحظ بأن بعض الكتب ينبغي على شاباتنا وعلى شبابنا أن يقتنوها حتى يتعرفوا. زين، بالنسبة إلى اتجاه الطفل أين يتجه، مثلا لما يدخل الطفل في العام كذا ويكون عنيد، يقول لك لا راقب عنده في أي اتجاه، هذا العند هذا أمر وش طبيعي. لكن لما يجي يقول والله العند الآن موجود في مكان معين، يقول لا لازم في شيء معين، خلل موجود، وش السبب؟ قد السبب الأبوين، بأن مثلا نجيب مثال، طفل عايش وحيد ما عنده لا إخوة ولا شيء، وعايش في شقة بعيد عن بيت أم العودة وبعيد عن بيت أعمامه، فيكون وحيد، صح ولا مو صح؟ فلما يكون وحيد المكتسبات اللي يأخذها من الأطفال الآخرين معدومة، فما عنده إلا المدرسة. المدرسة عملية شحيحة، وخاصة إذا كان بعد مدرسة داخلية أو مدرسة مثلا بفلوس، فربما يدرس ولده في الدمام، ويجي ولده مسكين فقط يعيش في بيئة وش؟ في بيئة حاضنة مختصة به، ما عنده تراكمات معرفية مع أطفال آخرين، فبالتالي تحس بأن هناك خلل موجود لازم نملأها. كيف نملأها؟ بأن تكون له
أطفال آخرين من خلال معارفك، مثلاً أبناء إخوانك، أبناء أختك، يروح يتعارف مع الآخرين. ولهذا إحنا مهم جداً أن نراقب أطفالنا. ولهذا أنت اقرأ نهج البلاغة، اقرأ قصار الحكم لأمير المؤمنين. عادة الحكمة متى تقال؟ الحكمة ما تقال هو في الغرفة، تقال بعد تجربة. أمير المؤمنين عنده يمكن 450 حكمة هي ثمرة تجربته في الحياة. وش يقول لنا أمير المؤمنين؟ يقول لنا تعال تأملوا حتى تكونوا حكماء، طلعوا تجاربكم، طلعوا تجاربكم في أبنائكم، في أطفالكم، في كذا، وش الثغرات. وعادة اللي نجني عليه هو الطفل الأول، لأن ما عاد دخل فيه أصلا ثقافي عن الموضوع، فبالتالي نتعلم فيه على رأس المسكين. كثير من الأمور قد تقع، فلهذا نقول إحنا لابد نهيئ أنفسنا حتى نهيئ أبنائنا إلى مستقبل أفضل. أحسنتم شيخنا العزيز. لدينا السؤال الثالث، وإذا في أسئلة ثالثة فهي لكي نختم. السؤال الثالث: ولدي عمره 13 سنة، أعاني معه من عدة أمور. أولاً، لا يتقبل توجيهاتي له رغم أني أجلس معه في نفس الغرفة، يشعرني أن كل كلامي ضده. ثانياً، لا يشتكي عما في داخله، عما يحزنه، رغم أني أحس إليه إذا كان في داخلي شيء، على الرغم أنه لم يكن كذلك من قبل. المسألة عامة هذه. زين، وين أبوه؟ هذه السائلة هذه أسأل، أبوه موجود أو لا؟ هل المشكلة مع أبيه؟ هل هو وحيد؟ هل انطوائه يكون بهذا الشكل أو لا؟ يعني فترة المراهقة المشاكل ذات محورين. تارة المشاكل يقال لها مشاكل طبيعية، لكن بعض الأحيان المشاكل إذا كان انطواء هذا خطير. فلهذا لابد أن تشخص عملية الانطواء. بعض الأحيان مو لازم الابن يتحرك بالكلام لأن الأم أو الأب يريد ذلك، لا، لابد تصاحبه، مو في غرفة مغلقة، اطلع وياه، روحي وياه للعاب، روحي أي مكان، خلي يحس بالاطمئنان. ربما هو عند الشيء لا يطمئن به أن يفصح به إلى غيره، إلى غير نفسه. ربما لم يجد أذناً مصغية له. ربما التعامل الموجود في البيت بين الأبناء في تمايز ويحس بالتمايز، ربما الكثير من المعطيات. فلذلك لما تقول لي واحدة أو يقول لي واحد أنا ما أنا مقصر، لا، ليش ما مقصر؟ إحنا مقصرين مع أبنائنا. ترى إذا ما نعترف بالتقصير إذا ما في حل. إذا في مشكلة في الأبناء إذا هم مقصرين. إذا مشكلة موجودة إن الإبن ما يجي إلي إذا أنا مقصر. إذا موجود ابني ويقول لي زمون ولا يستمع إلى كلامي ولا أقدر أتواصل وياه، إذن عندي مشكلة أنا بالأساس. إذن لابد إحنا الراجع. أنا أرشد أختي العزيزة إلى أن تقرأ في فترة المراهقة هذه، في الآن في كتب موجودة، وش المشاكل اللي تتعلق بالمراهقة وإيش كذا. هذا واحد. الأمر الثاني، لابد تجلسي أولا مع الأب إذا كان الأب موجود، وتجعل خطة معينة لتغيير حياة الابن. الروتين اللي يمشي عليه الابن غيروه، شوفوا مع من يمشي. وربما أقول أنا علامة استفهام، ربما حصل له أمر خطير في مكان ما. بعض الأحيان ما أريد وشو أستبق الأحداث، أنا جاي أفكر الآن، ربما حصل له يعني أمر خطير جدا. زين، ربما هذا الأمر الخطير يستحي أن يتكلم به. فلهذا عدة معطيات، الأب يجب أن يكون موجودا هنا وحاضرا. إذا ما صلحت الأمور لابد تروح إلى المعالج النفسي. المعالج النفسي ترى أمر ضروري، المعالج النفسي ضروري.
اللي عنده تأهيل نفسي، مو معنى المعالج النفسي يعني شنو طبيب مجانين، لا، المعالج النفسي هو اللي يفك العقد. وكثير من اللي جنوا على أبنائهم لأن شنو فكروا بأن المعالج النفسي مجنون، شنو أنا ولدي مو مجنون. زين، لما تحس بأن ولدك انطوائي من المراهقة ثم بعد ذلك انطوائي في فترة هذا الثانوية، انطوائي في فترة الجامعة، انطوائي والآن يعمل، إذن شنو؟ إذن يحتاج الآن المعالج النفسي إلى عملية جبارة حتى يعيد إلى، ولن مو لازم يعيد كما هو كان، قد يعيد جزء من شخصيته. فلذلك لا نتأخر على أبنائنا في أن نحوطهم بعناية خاصة، وخاصة في المراهقة. ولهذا يقول وش الرسول صلى الله عليه وآله كما في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عن رسول الله: اتركه سبعا، مو اتركه يعني شنو خلي مثل الحيوانات، مراقبة، راقب سلوكه، راقب أموره، وجه توجيه، زينه، لاعبه سبعا، علمه سبعا، صاحبه سبعا. تالي بعدين يقول إذا أنت أديت المسؤولية ووصل عمره لواحد وعشرين سنة فإن أفلح وإلا فلا خير فيه، خلاص بعد. يعني بعد هالسن هذا لا تقول بأن أقدر أستطيع أن أربي. التربية ما تنشأ، ما تجي من الأخير، تجي لما نمشي شيئا فشيئا. تقول شيخنا ذا صعبها، مو صعبها، هذه إحنا حالتنا هذه. يعني بعض الأحيان بينك وبين نفسك وأنت عمرك 50 سنة يقول إيش قد بينك وبين نفسك، يقول إيش قد كان والدي كان يحب فلان وأخوي علي أكثر، صح ولا مو صح؟ بعض الأحيان مع أن عمرك 50 سنة وعندك أولاد وما عليك تتذكر، يقول أبوي الله يرحمه لو عادل بيننا وبين بعضنا البعض مو كان أحسن؟ ليش أنشأنا بكذا؟ بعض الأحيان تطلع أمور في اللاوعي هذه، وهاللاوعي مخزون تخرج بعض الأحيان في الأزمات، وبعض الأحيان تخرج في اللاوعي أشياء تدرك هذا وين هذه موجودة، هذه موجودة قبل 50 سنة وش طلعها الآن؟ هذا الإنسان لازم يدرك هذا الابن الآن. وأنا أقول للأخت العزيزة لابد تجلس مع الأب، ولكن إذا كان الأب على قدر المسؤولية، ولن تجلس وياه وتفهميه بخطر ترك الابن في هذه المرحلة، خطر ترك الابن في هذه المرحلة. الفرق بين المراقبة والتجسس لكي الأخوات يسمعوا السؤال. هو هذا يدخل في ضمن الحقوق، يعني كلام الأخ العزيز أنه يدخل ضمن دكتور، أنه يدخل أنه هل من حق الأب أن يتجسس على أبنائه أم لا. إحنا نقول بأنه إذا إحنا مشينا بالمعطيات العلمية ومشينا بالمعطيات الطبيعية ما يحتاج إلى تجسس أصلا، يعني ننشئ أبناء صحيين. لكن بعض الأحيان في الطوارئ، يعني كلامك يأتي في الطوارئ، أما إذا كان دائبنا إحنا الراقب هذه ما في فائدة، هذه يعني معنى ذلك ما عندنا نوع من الاطمئنان لأبنائنا أو لأنهم يختارون بشكل صحيح. بينما إحنا المفروض في تنشئتنا لأبنائنا علينا أن ننشئهم على أن يختاروا الشيء الصحيح، أن يختاروا بين الخطأ، أن يفرقوا بين الخطأ والصواب. وهل دائما تحتاج إلى ممارسة فعلية من الأب، يعني تغذية من الأب عملية أو من الأم عملية، يعني بحيث أن الولد يتعلم من شنو؟ من أبيه ذلك. إحنا قضية التجسس هذه مشكلة من المشاكل نعانيها في الأسرة، وهذه ترى عملية قبيحة جدا. كلمة تجسس قبيح بعد، ولا تجسس ولا تغتاب ولا يغتب بعضكم بعضا بعد. قضية التجسس عملية قبيحة، وهي من الرذائل
فإذا كان التجسس هي ديدن بحيث يكون الأب ديدنه التجسس على أبنائه وعلى بناته فهذا لا يجوز، لأن حقوقه خاصة في واش عند المكلفين، المكلف له حقوق. نعم إذا طرأ شيء محدد، هذا المحدد بحيث أنه مثلا شاف بأن ابن إلى سلوك معين إلى كذا معين، شافت أن البنت لها سلوك معين فجاءت خب يعني قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإمام الصادق عليه السلام، احنا نقرأ هذه لكن كيف تطبيقها؟ الإمام الصادق عليه السلام عندما أراد أن يشرح هذه الآية ماذا قال؟ قال أن تأمر بالمعروف وأن تنهانهم عن المنكر، فإن امتثلوا وإلا خلاص بعد تكليفك راح، تكليفك انتهى. موجب العصا وتكسر لي، تكسر لي وشو الجوال أو تكسر كذا أو تكسر كذا، لا هذا كله أمور. فلهذا قضية المراقبة ليس معناها ما قد يفهمه البعض هي عبارة عن التجسس. المراقبة هي عبارة كما قلناها في المفاتيح الستة، هو الاحتضان، هو أن الإنسان يجعل كأنما أنت تحتضن ولدك. الاحتضان في حد ذاته هي مراقبة إليه، لما أنت تشعر نفسك دائما أنك تراقب نفسك مع ولدك، لما تضع الثقة بينك وبين ولدك بأن حتى النت اللي لك مفتوح زين، أنا الآن الحين عندي في مكتبتي موجودة هذا، يريد شيء يدخل الكمبيوتر عندي، ما أقول لهم لا، ما أقول لهم لا، لأن ما عندي شيء أخشاه زين، ما عندي شيء أخشاه. إذا كانت الصلة بينك وبين أبنائك بهذا الشكل لا شك بأنهم كثير من الموارد المزعجة تنتهي. وهذا بحد ذاته دكتور نحتاج إلى ثقافة، تراكم ثقافي، يعني ما يجي بيوم وليلة. يعني الآن الحين مثلا الآن قبل كم يوم واحد أوقفني على قارعة الطريق قال شيخنا عندي مسألة كذا كذا كذا، بين تو متزوج من شهر يعني، قلت تو من شهر وزدت المشاكل، قلت كم عمرك ولدي؟ قال 22 سنة، قلت له أنا متزوج قبل 26 سنة وعمري 23 سنة وشوي، وأنت وش اللي مخليك قبل وأنت ليش أنت متزوج عمرك 22 سنة؟ المزوجين قطعا في الثانوية أو في المتوسط، قال إيه؟ قلت يعني متزوج واحدة جاهلة صغيرة يعني، إيه؟ أنت قد مسؤولية تتحمل بيت بهالطريقة؟ يعني ليش ما تأخرت سنتين ثلاث أربع؟ هل بحاجة إلى الزواج بحيث أنك والعياذ بالله لم تتزوج تزني؟ قال لا، قال أبوي وأمي عشان قال زوجوني وكذا. قلت زين من وين متزوج؟ طلع من بيئة خارج القطيف. زين أنت يالله في بيئة في القطيف تتزوج وأنت تتنافض حتى تفهم بيئة اللي تتزوجها، الآن جاي لتتزوج من بيئة خارج القطيف مولية زين من بلاد الواق واق زين، كيف هذا يعني؟ قال وحين، قلت له على كل حال خلي البنت تتصل أو تتصل بالعائلة وشوف الأمر وشوف يعني القضية. قلت له القضية زين، قلت له أنت تشتغل؟ قال إيه أشتغل صبح وعصر، ما عنده يعني ما عنده 22 سنة مو متخرج فيضطر يشتغل شفتين شفت مثلا، بعد هذا يجي مهدود خلاص. قلت له يعني هذه حياة؟ قال وش تنصحني؟ قلت له أول هام إنك ما ترتبط الآن بأولاده، هذه الآن صغيرة دي لا تعي مسؤوليتها، وأنت ما تودعي مسؤوليتك، أنت حملت نفسك مسؤولية في وقت أنت محتاج للتراكم من التجربة. فلهذا مشكلة بعض الأحيان زي هذا الآن لو جاب أولاد لو جاب كذا مين وهو مسكين توه أول شهر، توه الآن داخل أول شهر هو يحس كأنه مش جبل أبي قبيس عليه، واقعا آلمني واقع الموقف. قال وقلت وش الحل الآن؟ ما عندي حل واقع الولدي،
هل تحتاج هي الآن يعني نجلس مع بعضكم تون فينكم كذا الشيء حتى ننسق. فلهذا أنا أقول بعض الأحيان إحنا نخطأ في بداياتنا ويزيد الخطأ في نصف حياتنا ويتعمق حتى نصل إلى الخسران في آخر حياتنا. ولهذا نقول بأنه لو استمعنا جيدا، لو فتحنا أذناننا لأبنائنا وبناتنا، لو زرعنا الثقة بيننا وبين أبنائنا وثقفناهم الثقافة الدينية على وضوحها على يسرها. يعني بعض الأحيان يعني والله صعب بعض الأحيان نخجل، شاب يقول للرسول أريد أن أزني، الرسول ما يقول له تعال يا حمار وكذا، لا يقول أتريده لأمك؟ بكل يسر قال لا. أتريده لخالتك؟ أتريده لأختك؟ الرسول يوعي شيئا فشيئا. الآن لو جي واحد بهالمستوى والعياذ بالله لخرج من الدين. يعني هذا لابد يكون إحنا عندنا نرتبط بالدين باليسر بالسهولة. حدثت لي حادثة، أتذكر قبل حوالي 16 سنة أو أكثر من 17 سنة خرجت من المسجد بعد صلاة الجماعة، وقال لي بعض الشباب شفت واحد شاب جديد يجي يحضر المحاضرات ليليا، فأسبوع أسبوعين ثلاثة قال شيخنا عندي مسألة. قلت تفضل. قال أنا ما يحصل لي خشوع في الصلاة إلا لما أشرب حشيش. طلعت قلت له أنا ما أنا مستغرب من سؤالك، سؤال طبيعي أي واحد مبتلى، لكن ليش وثقت به؟ قلت له يعني هذا الشيء الثقة أنك تثق بواحد ما تعرفه وتشرح له شيء خطير، معنى ذلك أن هذا الشيء اللي وشو أنا ارتحت منه، فصرت أجلس وياه جلسات تالي بعدين. فلما يجي ولدك يقول لك ترى يوبا أنا سويت كذا، زين مو جيت تأخذ بالويل والثبور، هذا في حد ذاته إنقاذ إليه. فكن منقذ له بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة. احنا علينا شنو؟ احنا رسل سماء، من رسل من الله عز وجل. كيف رسل من الله؟ احنا ان نرشد ابنائنا وبناتنا الى ما يحبه الله ورسوله. ان امتثلوا كان به، ان ما امتثلوا خبها، فهم شو مسؤولون امام الله يوم القيامة. لا تقول بانه ما يدري، لا يدري، يعرف بان هذا خطأ، يعرف ان هذا محرم، يعرف انه كذا، لكن احنا علينا بهذا الطريق من العالم.